سؤال تاني من هيثم عبد الكريم الهواري، ده أسئلة برضه الفيسبوك. هل يجوز للأخ أن يستولي على الميراث لمدة 40 سنة دون أن يوزع الميراث لإخوته خاصة البنات، ويأتي بعده ابنه بعد وفاته أن يستولي ويتحكم بالميراث ولا حتى يوزعها بالعدل؟ كل هذا ظلم، وكل هذا أكل أموال الناس بالباطل، وكل هذه حقوق سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا قبل ذلك أن حقوق العباد أشد من حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى غني كريم، أما العبد ففقير بخيل. وعلى هذا فكل هذا ظلم. الإشكالية أنه أحيانا بعض الورثة أو أحد الورثة يكون هو المتحكم والمتصرف في هذه الأموال حتى في حياة أبي أو في نهايات حياة أبي، ثم بعد ذلك يموت الأب ويظل هذا المتصرف في هذه التركة والمتحكم فيها يغلق عليها ولا يعطي أحد شيئا، ويستأثر لنفسه بالثمرات ويعطل تقسيم التركة حتى يستولي على كل ثمار هذه التركة. الذي يجب أن ننبه عليه أنه بمجرد وفاة المورث أصبحت هذه التركة ملكا للورثة، ولكل وريث حق في أن يأخذ من ثمرات هذه التركة بمجرد وفاة المورث. وعلى هذا فحبس تقسيم التركة ظلم، والاستئثار بثمراتها ظلم. طيب هيجي واحد يقول إيه، أنا أبي ترك قطعة أرض وأقوم على شؤونها وزراعتها، وكل حياتي كانت في هذه الأرض وفي الزراعة، بعد وفاة أبي تقسم هذه الأرض، طيب أنا قمت على استصلاح هذه الأرض وزراعتها وكذا وكذا، أليس لي نصيب؟ نقول في هذه الحالة أنه لو قام أحد الورثة على شؤون هذه التركة وقام برعايتها وتنميتها فله عند ذلك أجر المثل. تمام. أما الثمرة فيجب أن تقسم على جميع الورثة بالأنصبة الشرعية بعد خصم أجر المثل لمن قام عليها في شؤونها ورعايتها وتنميتها واستثمارها إلى أن يتفق الورثة على تقسيم الميراث. عظيم. نعم. طيب كالعادة أنا أستاذن فضيلتك.